السلام عليكم. اليوم بسوي لكم اسبريسو اللي تندرج عليه اغلب المشروبات، هي اللاتيه والكابتشينو والايس شيكن واغلب المشروبات فيها اسبريسو. فبدل ما استخدم الاله او اله الكبسولات، راح استخدم الموكا بوت الايطالي. هذا بريق الايطاليين من اول. فخلنا نبدا. اول شيء راح نطحن البن، طبعا مستخدم طحونة عادية، والطحنة راح تكون اخشن من الاسبريسو بشوي. بنحرك القهوة شوي ونكمل طحن عشان تكون نفس الحجم. طبعا مثل ما تشوفون هذه النتيجة اللي نبغاها. الموكا بوت عبارة عن خزان موية، وهذا الفلتر والبريق نفسه. نضيف الموية المغلية داخل الخزان. طبعا لازم ما يتعدى الموية المغلية عن صمام الأمان. هذا صمام الأمان لازم يكون مستوى الموية تحته. بسم الله. الشكل هذا. بعدين نحط المصفى، نضيف القهوة. طبعا اهم شيء الحين انك تعدل السطح، بس ما يكون فيه فراغات وما يحتاج تضغط ولا ترصه، بس عليك انك ترجع البريق مكانه. انتبهوا تلمسون الخزان لانه حار مرة. والحين نحط البريق على نار هادية. الحين وقت التجربة. والله لونه حلو. بسم الله. بسم الله. والله فخم. تدرون انا فخم اللي مهديني الكوب ذا، هذا افخم واحد الصدق. يعطيك العافية على الكوب.